طاقة الاسم رقم 5، كوكبه عطارد، يوم الساعد الأربعاء، الحجر الكريم الملائم العقيق. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحني طاقة الاسم: يا سلام، يا متكبر، يا وهاب، يا خافض، يا مدل، يا بصير، يا حكم، يا عدل، يا متين، يا محيي، يا واجد، يا مالك الملك، يا بديع، يا باقي، يا وارث. طبعه مائي. صفاتك من خلال الاسم: تتميزين بجاذبية وقبول بين الناس، محبوبة، ذكية، تعشقين السفر والرحلات، واقعية ومنطقية التفكير، طليقة اللسان وحلوة الكلام، تحبين لفت الانتباه والأنظار لك، ذات شخصية قوية، كلمتك مسموعة وآراؤك موثوق فيها، ذات مبادئ وقيم عالية، محبة للتطوع في الأعمال الخيرية. تحملين 3 عناصر في اسمك: عنصر النار، وعنصر التراب، وعنصر الماء. تعترضك عدة نحوسات وعراقيل في حياتك الأسرية تمنع استقرارك العاطفي، كما تواجهين بعض الفراقات الصعبة. تملكين حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة سعيدة وكريمة. والله أعلم، والله الموفق.